خلاص بس يا جماعه الراجل عايز يمشي. تعالوا كده خلينا طب يلا نرجع هو يعني احنا ما بنفهمش. تعال من هنا، تعال من هنا، تعال من هنا، تعال من هنا، وسع بقى وسع زي ما احنا جاي ست مش تعال عشان العدل، تعال عشان العدل يا جماعه. لازم يا جماعه هو والله هو مش هيطلع معاك، هو مش هيطلع. لا هو هيقف يتكلم التاريخ، هو عايز يمشي. طب تعالى تعالى قدام ليه ما حد يزق بعد اذنك يعني؟ خش يمين وانا هدخل شمال يا جماعه. خش يا جماعه يا جماعه. والله يا جماعه ما بيتكلمش كده شباب الريح مش كده يا نهار اسود يا جماعه مش كده يا نهار اسود. ازاي انا معاه مستشار؟ لا انا نزل ايدك يا عزام. اسمع اسمع يا جماعه، التليفونات اللي قدام تنزل. انتوا واقفين في وش نظره الموبايل اللي واقفين قدامه يا جماعه. يا جماعه نزل التليفونات شويه اللي قدام. نزل يا سيد التليفون. الناس اللي قدام تنزل. زعلان خلاص ما تكلمنيش عن لجنه عار وتقول لي ده مجلس اداره. جلسه اداره تفهم في الواجب والاصول. هنرجع امتى لمجلس اداره الزمالك يا راجل؟ تعالوا اللجنه ازاي مع مسؤول؟ احنا عايزين نظام احمد. يا جماعه انا سمعت تليفوني يا جماعه ما ينفعش كده والله. اسكت تليفوني طلع تليفوني. لا بص بعدي شويه معلش بعدي زوم شويه. نجلاء ابعتي لي زوم شويه نجلاء. عايزي بس ايوه انا جايبه ناس من بصر. شكرا كده. السلام عليك يا السلام عليكم. وعني جابوا مستشار للناس عرفت المعامل المداخله احنا والصلوات. قال انا ما حضرتش التحقيق. دي مش ميزه. امال انت موجود ليه؟ يعني ما حضرتش التحقيق مع اولا فتوح وكابتن الفريق دلوقتي. الحساب دلوقتي حساب قانوني ولا حساب نحمه؟ قانوني بعد ما يخلص حساب القانوني يبتدي حساب التربيه. يا سامح
تمام. احنا دلوقتي بنسعى للتصالح حد يقدر يطالب انا لو كده كان معانا المستشار تفاصيل ال انا هحط كده انا اقرب سريع. اولا الشباب راح السيد اللي راح الناس امبارح احضر 10 ايام بعيد كنت عايز النهارده بعد 10 ايام وبعدين هو فرحان خايل ميت واخد بالك تحت واحد السيده اللي موظف فيه واقف عندنا دلوقتي زي ما قلت لك ده بيصير سيره المتوفي لان معناها انهم باعوا دم ابنهم 15 مليون كلهم بيتربحوا كام مش موجود اصلا تمام. ادي واحد. اثنين بيصير الموقف القانوني ليه بقى الموقف القانوني؟ افرض قاضي هيجي له ايقاف عشان الرفض او ايقاف تنفيذ وفقا للماده 55 من قانون العقوبات. طب والله دي يقول لك اذا كان هو دفع 15 مليون طب انا ممكن يطلع عليا اشاعات كاذبه ان انا اخدت بقى حاجه. صوت يا جماعه. فهنا يمنع يعني يا جماعه الصوت يمنع القاضي في ماده في الماده 87 من قانون العقوبات كلما نشر امورا من شانها التاثير على نيابه او قاضي قدامه قضيه يعاقب بالحبس. هي دي التاثير. انت كده بتقول الكلام ده قدام القاضي معناه ان الولد دوت ولد منحرف قتل الراجل عنده رعونه مش معلومه عنده رعونه فقتل الشهيد وخاصه انه كان بيأدي عمل يعني من الشرطه يا جماعه شايف عمل انا بأدي عزائي لاسرته كلها اخبار اليوم والله وبنعتذر لهم تمام. واقول يا جماعه كفايه اشاعات بتسيل للاسره وبتسيل تمام. وبعدين لو في بقى لجنه محترمه ما تسيبش عيل متحدث رسمي باسمها ما اعرفش كان عمره ما كان زملكاوي كان كل دوره كان بيجي يشحت مني تذاكر اشتريها عشان يروح ماتش تمام يطلع يقول ان المجني عليه هو اللي غلطان وكان ماشي برعونه. ده كلام يا جماعه شيء مش محترم. لكن اللي شتم قبل كده بعد ما رجعوا من السعوديه ماتش ابو الاهلي والزمالك شتم الراجل تركي الشيخ اللي استضافهم كلهم ورجع شتمه هنا يا جماعه. الزمالك في حاله من الفوضى. فاكر في رمضان قبل الفطار بساعه في البر رمسيس تمام لما كل العربيات بتخش في بعضها ده اللي موجود هنا الزمالك النهارده ممدوح بس عامل تويتر بيقول ايه انا اللي هجيب لعيبه الكاميرا مش هتشتغل لعيبه ليه بقى؟ لان حضره الضابط اللي كان مساند وعينهم مش حضرة الضابط اللي كان يوش علينا مش حضرة الضابط اللي كلم مجلس الاداره المحترم منه احمد داعي وقال له لو ما مشتوش دلوقتي حضرتكم مش وزير الدفاع المحترم مشاه. يا معالي المستشار الاعلامي عبد الناصر زيدان قال ان اي حد بيساند فتوح فهو شايف القضيه غلط وانتقده جدا. ردك ايه؟ عبد الناصر زيدان انتقد اي حد بيدعم فتوح. اي حد بيدعم فتوح كابتن مصطفى يونس قال ان اي حد بيدعم فتوح. ايوه كابتن ايمن يونس معظم لعيبه الكوره في شهر محظوره. ايوه كابتن ايمن يونس قال معظم لعيبه الكوره في شهر ماشي طالب بتحليل معظم اللعيبه في شهر محظوره في تحليل حصل اللعيبه كلها تطلع معظم الاهالي اللي بتطلع في وبالنسبه لعبد الناصر زيدان يا معلم بالنسبه لعبد الناصر زيدان قال اي حد يدعم فتوح فكده شايف القضيه منظور ثاني يعني انتقد بالمعنى صح انتقد اي حد بيدعم اللاعب فتوح. انت تقول له ترد عليه تقول ايه؟ عبد الناصر يا عم اشيلك يا معلم النهارده قال طب وبالنسبه لعصام صاصا قال ان الدكتور مرتضى منصور ابويا الثاني اللي فوت عليا كبير هو النهارده في صف المحكمه عشان يشكرني ان هو واقف معاه اب من كل حاجه جلس النهارده بيسال هو ما راحش ليه؟ ما راحش ليه؟ اتاجل تمام لكن هروح ان شاء الله بامرك ان شاء الله جلسه نتمنى كل اللي بينتقد يبص لنفسه ويقول لك أمنا بالله
هو مش مخدرات يعني التحليل ده الكلام ده طب يا معلم استشار طب يا معلم استشار ليه حضرتك لحد الان ما حدش من اسره اللاعب فتوح طلع واعتذر او اتكلم عن القضيه بشكل صريح؟ خاله موجود وبيروح كل يوم وكان موجود امبارح عند الاسره سمير واخد بالك وخلي بالك اسره فتوح تاني دعم امبارح احمد فتوح اسمع سامح تليفوني تمام شكرا لكم مشاهدي موقع وتلفزيون الحكاية من كل مكان.